يعني التعريف كلكم تعرفوه، بس الدكتور هاني بنا من مؤسسين مؤسسة عظيمة من ثقافتنا هي الإغاثة الإسلامية، مديرها التنفيذي ل من 82 2008 من انا مدة 24 سنة، والإغاثة الإسلامية بلشت جراس روت واليوم اي ان جي او ضخمة بكل معنى الكلمة. شكرا كثير لوقتك، شكرا كثير انك جيت، وخلينا نرحب فيه اذا سمحت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا بعتذر مرة ثانية لو كنت أنا صوت عيني شوية، كنت باخد منها معليش صوتي، فبعتذر على الملأ يعني علشان إيه محدش يزعل مني. أبدأ الكلام إن أنا هنا سوري، ده عندي لون لا عندي لون ولا عندي خلفية ولا عندي أي توجه. أنا عايز أبني وطني وحبني وطني، شاءوا أم أبوا لابد أنظر لسوريا كلها مجتمعة اللي هي عشت فيها وأجدادي عاشوا فيها وأحبابي عاشوا فيها وماتوا فيها وبنوها، وبناها من كانوا أقل منا علما لكن أكثر منا إيمانا بالوطن. الإيمان بالوطن أهم من الدرجات العلمية، الإيمان بالوطن أهم من الدرجات العلمية، فلذلك لابد وأنا سوري أعرف مكونات الوطن المجتمعية كافة قبل أن أتحدث عن مجتمع. مكوناته، كل مكون من مكونات الوطن مهم ليا في مرحلة بناء الوطن. إذا كنت أنا سأتصدر مرحلة البناء، كل مكون ولا يهمل أو يقصى أو يبعد أو يهمل أي مكون مجتمعي. وإن اختلفنا في الآراء واختلفنا في الرؤى واختلفنا في الإيه؟ في الخلفيات الدينية والعرقية. وطنيتي أصبح لي وطنيتين الآن، وطنية سورية لوطن أنا عشت فيه ولا أعيش فيه الآن، وطنية تركية لوطن استقبلني وأنا أعيش فيه الآن. فلابد أعلم أننا لي وطنيتين، وطنية أردنية، وطنية سورية، وطنية لبنانية، وطنية، لكي لا أعيش في هذا الوطن غريبا عنه أو طابور خامس يشكون فيه. من الأشياء اللي أذكر نفسي بها قضية ما حدث الأمس أو أول أمس من التحرش، لابد يكون لنا وقفة كجمعيات مجتمع مدني معها علشان نشعر المستضيف أننا نرفض هذا الفعل، وإن كان هذا الفعل لا هو مستهجن وغريبا عن المجتمع السوري، قد يكون دسيسا لكي توضع الفرقة بيننا وبين الوطن الذي نعيش فيه الآن اللي هو تعرفين التحرش اللي حصل أول. أنا مش عارف بس سمعت عنه. في أساسيات أنا لسه ما اتكلمتش في المقبلات، وانتوا عادي كنتوا تفخونا بالمقبلات بتاعتكم. في أساسيات وأنا بعمل أي تشكيل مجتمعي ده أغفل عنها وأصبحت من المعروف من الدين بالضرورة، الشراكة والاندماج، ودي صعبة اندماج، تنسيق. والتنسيق هنا بقى حرفة ولا مؤاخذة، حرفة HRF. ما تجيبش أي واحد يقعد على كرسي مش فاهم هو بيعمل إيه، يدفع مرتب لأمين عام محترم ينصب. حرفة ليها سياسات وليها أبعاد وليها ميكانيزمات ويتحط لها إمكانيات. إن أردنا أن ننسق فلا بد أن نجيب منسق لا ينتمي، اسمعوا دي، لأي جمعية، أي جمعية، أي جمعية، وبالأي اللي هي المغلظة. في حاجة اسمها أي مغلظة؟ لغة عربية جديدة، أصلكم أنتوا أعاجم، السوريين أعاجم مش كده؟ إحنا بقى المصريين هم أصحاب اللغة العربية.
بأي مغلظة أن لا ينتمي لأي جمعية عضو، وأن يكون رئيس هذا التنسيق ليس عضوا في أي جمعية على الإطلاق. هذه من الكبائر في العمل المجتمعي ومنظومة التنسيق. مش عايزين ندلس على بعض. أنا عندي ثلاث أربع قبعات حاططهم على راسي وبلبس ديف دي، ما ينفعش. ما ينفعش. ما ينفعش، واللي مش عاجبه الباب مفتوح. ومفتوح للدخول ومفتوح للخروج. تنسيق لابد يكون في حيادية كاملة وحرفية كاملة، ولابد العشرين ثلاثين جمعية اللي قاعدين دول يصرفوا. مفيش حاجة ببلاش. أنا لو جمعت الميزانية بتاعتكم مش هطلع أقل من 100 مليون دولار. ساعات ما بفهمش أنا وساعات بفهم. على حسب الجو. ولما ما بفهمش هقول لك مرتب مكتب تنفيذي للتنسيق. حرفي. خلاص. ميزانية للإيه؟ للاجتماعات. هنقعد نتسول على بعضنا البعض ونشحت. وده التنسيق. لو كنا داخلين في التنسيق فلا بد ان نعطيه لحرفي تكون وظيفه معلنه. مش سحب فصيل ولا سحب كذا ولا كذا ولا كذا. دي اساسيات. انا لسه ما اتكلمتش في الموضوع. اللي مقبلات. مقبلات. الشراكه اصبحت جزء من المعروف من ديما، اتكلمنا فيها كتير قوي يمكن 20 سنه. دلوقتي بمنتهى الخطوره الا نعتبر ان الاندماج ركيزه. لان المال قل والمشكلة أصبحت جلل. أنا بتكلم عن 11 مليون نازح أو 7 مليون نازح أو 8 مليون نازح بحوالي 5 أو 6 مليون لازم. مش بنهزر إحنا مع أرواح ناس ومع أحلام ناس. الناس عايزة تعيش. الناس عايزة تعيش. فانا اصرف مصاريف اداريه كتيره ليه ولا مفيش فلوس جايه؟ ليه؟ والمال مش مالي. المال مال الارمله واليتيم والشريد والنازح واللاجئ والمريض والشيخ. واتنازل هنا بقى بيت القصيد. لابد من يعمل في المجتمع المدني ان يتنازل عن جزء او كل شخصيته الاعتباريه من اجل المجتمع. انا مش عايز خطب في المسجد او في الكنيسه ابدا. ما هتنفعنيش. ايه؟ مش شغال ها؟ ما له داعي. الميكروفون فاضي يا رجاله. خلينا كده بس يبقى الواحد ماسك في ايده حاجه ها؟ عشان بس مش كده شوكولاته كده. المنظر. عشان المنظر يعني. عشان الفيسبوك ها؟ لابد اختبار القسيس والشيخ بيقول جزاكم الله خير انا همشي طوعا وليس قاعد كالخازوق اللي بيدمر بيه الجمعيه. دي قواعد ثابته. مفيش تأبيد. ما احناش في خلافه اسلاميه في بابويه في روما. لا. احنا في مجتمع مدني يستفيد بكل طاقات ابناء المجتمع. نساء ورجال وشباب. من كل اطياف المجتمع الثقافيه والعرقيه والدينيه. انا عندي اسلامي كلمه اسلامي انت اسلامي مش كده؟ هو من امن بقيمي وان لم يكن مسلما. ان احنا عايزين نطبق قيم الاسلام. نص الاسلام انا احفظه. لكن لو ما طبقتوش يبقى انا مش اسلامي. انا عارف. بقول جيب مين؟ انا اللي جايبه. انا دلوقتي بضحك عليه عشان زودوا له الشوكولاته عشان نغيره. عجبتك دي يا اخويا؟ قوي قوي. طب اديني كمان خمس دقايق. فالاسلام قيم واخلاقيات او الدين قيم واخلاقيات وليس نصوص وكهنوت. هذا هو الدين يغير المجتمع وتاثر بالمجتمع ايجابا. زي قلنا اردنا ان نبني مجتمع مدني. في ثوابت من الاندماج والتنسيق والشراكات والوطنية. فأي عمل مجتمعي تنسيقي لابد أن نتفق على الأيسر
الأيسر لكي نبني منظومة تشجعنا على العمل وانتقال المرحلة بعد كده. قد يكون عندنا في جلساتكم 15 أو 20 قضية، هتلاقي في قضية هي أهم قضية لكن صعبة. أبدأ بالبسيط عشان أجمع الناس. إذا اجتمعوا الناس على الأيسر يستطيعوا أن يصلوا إلى الأصعب عشان يحلوا، بس ما بدأش بالصعب أبدا، وما بدأش بلستة طويلة أبدا. حدد هدف أو هدفين أحققهم وقسهم علشان إحنا نبث روح الأمل ونبث روح اللي هو motivation، يعني التحفيز. التحفيز لا لسه ما بدأتش أنا. لا هي الموتيفيشن والله محفزات مقبلات زي الأخت أكثر. المهم فلابد عشان ايه اجمع المجموعة معي امشي عليها بقوة الايسر منا، ها علشان ايه نوصل نحفز الناس. عضوية الشبكة تحطوها لابد يكون فيها جزء لمستقلين، بمعنى العضوية للجمعيات والاتحادات. احنا عندنا في احد الجمعيات عندنا في 75% من العضوية للجمعيات الاعضاء، وفي 25% للمستقلين من الوجهاء والوجيهات والرموز. دي اي سي اللي في بريطانيا بقى لها 50 سنة تشتغل، اللي هي لجنة الطوارئ البريطانية، فيها ربعها من عامة الناس، وبيعلن عنها في الجرائد العامة. بيقدم يكون فخ لهذا الرجل أو هذه المرأة أن تنتمي لكأيه عضو مجلس إدارة أو عضو مجلس. فلا بد يكون في تمثيل عضوية الشبكة في مجلس إدارة، جزء حطوه للناس اللي ما لهمش أي عضوية في أي جمعية، وجهاء باحثين واللي كذا واللي كذا. حضرت إيه نوع العضوية دي. نبدأ بقى في إيه الكلام اللي إحنا إيه خلاص كده خلاص كده. المجتمع المدني بس حتى بق كده يعني عشان بق حامض يعني. المجتمع المدني يصنع الدولة وليس الدولة، يفرض الحكومة وليس الحكومة، يفرض القيادة ويثبت الشراكة، يثبت الشراكة، يربط من تحت ويبني المجتمع مع الشركاء. قولها تاني، المجتمع المدني يصنع الدولة وليس الدولة، يفرض الحكومة وليس الحكومة، يفرض القيادة ويثبت الشراكة ويبني المجتمع مع الشركاء. ده تعريف المجتمع المدني اللي انا كتبته وانا قاعد معاك النهارده، مش عارف كتبته ازاي بس كتبه خلاص بقى. يلا مش احنا بقول لك ايه، انا ما نسيتش كده بقى تمشي ازاي دي. كده انا اجي كده عشان السوق عشان بس يعني. طيب دي قاعده كل كلامنا طبعا. المجتمع المدني في سوريا نسينا الحته دي، خلينا بس في حته كده قبل ما ابدا. اولا نحن لم نتاخر، في كلمه تاخرنا وكذا، لا ما تاخرناش. انتوا احدثتوا انجاز اعجازي، مجتمع الشتات اللي انتوا خرجتوا ليه من دوله مستقره الى مجموعات من اللاجئين، احدثتوا طفره مجتمعيه على مستوى العالم ببناء الاف المؤسسات المجتمع المدني اللي بتبحث عن طريق تبني وطن. فلا بد اوعى تجددوا نفسكم انكم اخطأتوا ومتاخرين. لا انتوا عايزين تعملوا ايه في 6 سنين؟ ايه تضحك على ايه؟ 6 سنين عايز تعمل ايه؟ ربنا عنده القدره ان يخلق الكون فيكون الدنيا كلها، واعطاها الايام. الرسول صلى الله عليه وسلم اعطي 23 سنه عشان ينشر الرساله ثم يقيم مجتمع في المدينه. سيدنا موسى جلس ما جلس عشان ينقذ بني اسرائيل وياخذهم الى ارض الميعاد. سيدنا عيسى كذلك بعثته كانت محدوده، لكن وثق بقوه الاعجاز والخوارق اللي اعطاها الله سبحانه وتعالى كان 3 سنين. وهكذا سيدنا يوسف 15 سنه. ايه رايح فين انت؟ تيجي معايا؟ مش عايز تيجي معايا، خايف انت. فاوعوا تقولوا احنا ما انجزناش. الكلمه الاخيره اللي انا اخونا اللي هي في حكايه ان المجتمع المدني على طاوله المفاوضات ده انجاز اعجازي. ما
لابد أن يسجل في جينيس ريكورد جينيس بوك أوف ريكورد. من ده إنجاز سوري كان حلمي ده في 2004 أو 2005. كنا قاعدين في جلسة في الاتحاد الأوروبي وكان جنبي واحد من الناتو اللي هو الناتو يعني حلف الأطلنطي. وأنا أقول لابد أن يكون لنا دور في المفاوضات. بص لي بصة احتقارية تقول لأن إحنا كمؤسسات نفهم أكتر من الوزير اللي عين بالأمس لم يذهب إلى السودان ولا باكستان ولا أفغانستان وعم بياخد قرار سياسي ومش فاهم في حاجة. والحمد لله لو كان هذا عدوا عليه بالنواجذ ولا تتخلفوا عن جلسة يطبق فيها القرار السياسي وأنتم غياب أو نيام أو غير مستعدين. صدقوا ولو جئنا لا تلومنا إلا نفسك. سيأخذ القرار بغيابك. يعني كتير جدا من الكلام نتكلم عنه ونسب في الأمم المتحدة. أنت كنت فين يا جمعية؟ كنت فين كحكومة؟ كنت فين كدولة؟ الأمم المتحدة ما هي إلا وسيلة لمنصة تجلس فيها وتقول رأيك. فلذلك إذا إنجاز وأنا أسجله شخصيا باسم الشعب السوري اللي عمل إنجازات إعجازية. ها؟ ولابد أن تفتخروا بما أنجزتوه في هذه المدة القليلة. نبدأ بعدين المحاضرة. أبدأ تاني. دي مهمة جدا ودي فيها النفس النفسنا والشخصنا والبحبنا والأنأنا. عايزين نحولها لنحن نحن. لابد ما نخرجش زي ما كده سيدنا عمر ما قال لابنه لو ما اتفقوش على خليفة اقطع الرؤوس كلها. ده مش كده برضك؟ انا بفهم برضك. حاضر يا افلاطون. وده نمرة واحد. ونتفق هنا بقى عشان تكون كده القاعدة على الايسر. احنا عمرنا ما هنتفق على الاصعب. عمرنا ما هنتفق على الاصعب خاصة في الجلسات الاولى. الاحترام واجب جزء من الدين بتاعنا وجزء من الثقافه بتاعتنا وجزء من التاريخ بتاعنا وجزء من حضارتنا وجزء من نهضتنا. احترام واجب مش هنناقشه. والثقه واجبه. لو احنا اتفقنا مع بعض يبقى نقدر نثق مع بعض. ما كنتش ليها اتفاق واتفاق ورؤية لا. خلاص كده انا اللي متخلف. لا ده مش دي. انا حطيتها بالمقلوب. انا قلتها الشراكه والاندماج قلتها قبل كده. يعني دلوقتي يا اخوانا في الدعم للقضيه السوريه اصبح الدعم ينضب ان لم نكن نضبا او نضبا. الاندماج معناها ايه؟ معناها ميرجنج. اسم جديد، مجلس اداره جديد، ميزانية جديدة، ثلاث أربع جمعيات مع بعض. أنا لا يدورني إن يكون عندي 20 اتحاد بشنك. لكن عايز أعمل اتحاد أو اثنين نوعيين يكون إحنا كلنا مؤمنين بيهم نستطيع أن نقوم بالعمل. أنا ما يهمنيش عندي 2000 3000 جمعية سورية. منها منها المنخنقة والموقودة والنطيحة وما ذبح على النصب وما أكل السبت وأن تستصب بالأزلام. لا أنا عايزهم يكونوا أقوياء. والألفين عملهم 500 أو 300 أو 400. أنتوا في مكان تعدوا عليه بالنواجذ لأن مساحة العمل المدني هنا مش موجودة في أي بلد عرب. سمع من سمع ووافق من وافق وشاء من شاء واختلف من اختلف. فلابد أن نحول مؤسساتنا لمؤسسات تركية نمشي فيها في الطريق ده بس نندمج مع بعض. مفيش امكانيات. ما في امكانيات. مش مهم ان انا اقود. المهم ان مسيره الركض تستمر الى ان تصل تحقيق اهدافها. مهم الوطن ان يبنى واقول انا جزء من البناء وليس الباني. جزء. وان كان تصدر له من هو احسن مني فهنيئا له او هنيئا له.
ان احنا كل اللي احنا بنتكلم عليه ده بنتكلم على وطن. انا عم دوت ما بتكلمش على اي حد فيكم. I love you. I love you too. وطن دماغ. كل يعني لو احنا دخلنا في تخصصنا قد نبدا في النظر لمرحله مراحل التخصص. في ناس تخصص وحتى مشاريع المراه كثيره ومشاريع الشباب كثيره ومشاريع الانسانيه كثيره التربويه كثيره فبيكون في شيء من التخصص هنا خاصه يا رجاله ويا منز كلكم منز وومنز منز الانجليزي مش جاي من انجلترا انت بتتكلم انجليزي زي اعوذ بالله اعوذ بالله خاصه انكم متعلمين انكم متعلمين ومثقفين مجتمع المدني في سوريا كان في الفتره اللي فاتت من الستينات كان مبني على الفرد عشان المناخ السياسي والامني كان يمنع تجمع الناس مع بعضهم البعض دلوقتي انتوا قاعدة اول مره تتجمعوا في بلاد الغربه لكن انجزتوا وابليتم حسنا في ما وصلتم اليه تخصصات مهمه كتير جدا بنخش في خلافات على منهج دراسي على دستور طب ما تسيبوه لان في مراحل في بناء الوطن بتخلينا ايه الاول اطفي الحريقه ولا اشوف لون البيت شكله ايه ولا اجيب سجاده المقدمه او اشوف كذا لا في الحته دي كلها هتلاقي ان اغلب القوانين اللي وضعت 99% او 25% صالح الا 3-4% اشتغل ب 95% واوجزها واكمل ليه اخش في معركه جديده وانا ما عنديش امكانيات لا ماديه ولا بشريه ولا الوقت يسمح لي دي في مرحله انتقاليه زي ما انتم شايفين الحاجات العملاقه والمليارات والحاجات دي احنا مش عايزين نسد لها لعابنا في وقت احنا هنخش فيه مرحله انتقاليه عايز اشتغل على المستوى البسيط اللي اشغل فيه كل اطياف المجتمع وتشكيلات المجتمع وابناء المجتمع مده مرحله انتقاليه ممكن نحددها زي ما احنا عايزين نتفق عليها يعني ونرجع نفسنا بيها مراحل عملنا خريطه طريق لو نفرض احنا مثلا في منطقه معينه اديني مثلا اسم مدينه فيها باس استقر في عدن قميه مجتمع وشبه هياخد كام سنه ده هياخد سنين قدامنا حته صغيره قد كده فبالك لما نتكلم على وطن كبير في 25 محافظه وفي كذا وفي اعاده بناء وغيرها فلذلك احنا لابد يكون عندنا خريطه طريق وحطينا لها مراحل وبنراجعها مش مهم ان نجري في اول خطوه المهم ان ناخد اول خطوه نمشي في اول خطوه عشان ايه ننتهي بينا الى ده مثلا النقاش اللي حصل في جنيف ده جزء من خريطه الطريق بتحطها الامم المتحده هتتغير خريطه الطريق بارائنا احنا وبفعالياتنا وباطروحاتنا وبقوه نقاشنا ووحدتنا تغير هيسمعونا لماذا؟ لانه حاسوا اننا لحمه واحده ولنا راي لانهم عملوا خريطه الطريق هيستمروا فيها ولابد نكون منها جزء منها اساسي علشان نفعلها ونوجهها زي ما احنا عايزين يعني دي حتى ممكن اخونا الزيات يكون احسن مني فيها الرياضه بتاعتنا ما تكونش رئاسيه حته الرئاسه دي مرض قاتل اللي قتل ابوه اللي قتل امه اللي قتل اخوه اللي كذا واللي كذا واللي كذا خليها توافقيه فدراليه لمرحله معينه نتقابل على رئاسه بالايه بالتوافق في مرحله ان احنا المجتمع اللي تحتينا لسه متغير مش مستقر لو حطينا على راسه واحد من دلوقتي قال يقول طب ده ليه وده ليه؟ وده كله اجتهادات مجتمعيه، قد يكون الكلام ده ناخده او ما ناخدوش. من اهم الاشياء في بناء المجتمع الاقتصاد، نبدا بالاقتصاد التقليدي اللي احنا عارفينه، اللي كل الشعب عارفه. كل اللي انت تشرك فيه كل طاقات الشعب.
ده مش مكلف. كان امبارح من فرصه من ورشات احد الاخوه من قطر من الهلال الاحمر القطري اتكلم عن البيض الطيني. كان من انجح المشروعات اللي عملوها عشان الايواء. دي حاجه فكره بسيطه جدا لكن وجدت الرواج والناس كلها ممكن يشتغلوا فيه. واللي بدأ الله يرحمه حسن فتحي رحمه الله عليه من الاربعينات. ولم يمكن من الاربعينات الى امات. ولكن هو البيت البي اللي كان ب 1500 جنيه وكان البيت العادي بيتبني ب 14000 جنيه. ومع ذلك حاربوه عشان المحليات كان فيها سرقات كثيره الى اخره. الاقتصاد التقليدي حتى التعليم. بصوا المناهج التعليميه اللي عندنا كلها هتلاقيها كلها جيده الا في حتتين ثلاثه. ليه كل عندنا منهج تبع لبنان ومنهج تبع مش عارف ايه ومنهج تبع ايه وكل منهج يعمل لنا منهج. واخد بالك؟ ده يعني تقريبا اغلب المناهج التعليميه اللي عندنا جيده الا في بعض المسميات سهل. لان انت في المرحله الانتقاليه دي اهم شيء في المرحله الانتقاليه نتذكر ما حدث في الفتنه الاولى بعد مقتل سيدنا عثمان رضي الله عنه. سيدنا علي برؤيته كان عايز يثبت الدوله صح ولا غلط؟ الاخرين كان عايز يضم الدم. اختلف طلب الدم غير تثبيت دعائم الدوله معناها متحركين على بعض فكت الدوله. الى الان احنا مفكوكين من حوالي 1400 مش عارف 20 او 15 سنه. شباب اهم 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 عنصر استثماري في اي مجتمع هم الشباب. لما البنات والولاد اهم دول استثمر فيهم اهم من البترول واهم من السياحه واهم من كل شيء. لان هم دول اللي هيبنوا معنا المجتمع. هم دول اللي اغلبهم بيضحوا لان المسؤوليات المجتمعيه بتاعتهم اقل مننا احنا. أنا قلت النظرة السورية الشمولية اتكلمت عنها قبل كده. المكونات المجتمعية قلت ما فيش أي مكون مجتمعي نهمله أبداً أبداً أبداً. التواصل ما بين المجتمعات المحلية مهم جداً. يعني علشان يبنى المجتمع لابد يكون مجتمع صغير أو تجمع من الناس متصلين بالتجمع الآخر. يعني لو انا رسمت الصوره هتلاقي دواير في دواير في دواير في دواير في الاخت اللي عملت في الشبكات البتاع ده اللي بيسموه ايه ده؟ الدبوس ده خرزه. الخرزه دي معناها ايه؟ تجيب فتله تحط فيها كل الخرز صح؟ صح ولا غلط؟ عشان تعمل العقد. الفتله دي اللي هي التواصل بين كل مجتمع صغير مع المجتمع الثاني. ده اصبح فرد عين يا اخ زيان. لازم اعرف انت بتعمل ايه وانت عارف انا بعمل ايه. المعلومه اللي عندي مش بتاعتك بتاعت المجتمع. لابد المجتمعات الصغيره تتواصل مع بعضها دائما لكي تستطيع ان تحدد المشاكل وتضع الرؤى. فتره من الفترات هنكون احنا اللي بنحمي المجتمع لان مفيش عندنا مثلا دوائر بوليسيه ولا امنيه زي ما حصلت في الثورات في الربيع العربي ان كان كل حي من الاحياء واقف اولاده بالليل عشان ايه المندسين من البلطجيه او الشبيحه او الى اخره فبيعرفين مين اللي داخل ومين اللي خارج. الى ان ايه يبنى اللي هو الادارات الامنيه والبوليس الى اخره. دي مهمه جدا وانتوا اعتقد انكم متفقين على دي. يمكن اكثر حاجه انتوا متفقين عليها هي دي بناء مؤسسات مجتمع مدني قويه وفاعله. ما نصطدمش بأحد. في مرحلة من المراحل قد يكون من الحكمة التنازل مع عدم الاصطدام لأن أنا عندي مجتمع غير مستقر وغير ثابت. وعندي إمكانيات ضعيفة وقدرات ضعيفة. فلابد أن أعدي هذه المرحلة. مش معنى أن أعدي المرحلة أن أنا هصطدم، لا. أعديها بأن أنا ما اصطدمش الاصطدام. المرحلة الضعف اللي انا فيها دلوقتي معناها انها بتهدر كل امكانياتي وبضل الطريق. يعني بدل ما انا ماشي في خط كده اهو
مباشره بخش يمين او بخش شمال. ده اللي احنا بنسميه دلوقتي اسلاموفوبيا واخواتها وعمتها وخالتها. كان وان ان وكان اصبح كان في خبر ان. كمل بقى انتوا كلهم الله علموا اللغه العربيه. ولك نبني على المتاح مش الوعود. المتاح بالايديا. واحد وعدك مليون لك انت في ايدك 10، ابني بالعشرة. واحد بيقول لي انا دلوقتي خلاص اجست المشروع بتاعك لما عمل مثلا 10 ورش للسوريين في اسطنبول، قلت له يوم ما يخش الفلوس في حسابنا هقول له ما خشش جزاكم الله خير. بروحش ابيع سمك في ايه؟ هو سمك بيعيش في ايه؟ ده انت بقى خلاص ده ما ينفعش مجتمع مدني. في الماية انا ما سمعتهاش. خلاص بعلي صوت. علي صوت. بالك بالمتاح ها مش بالوعود. والوعود قد تاتي وتنقطع فيما بعد. بعتمد دايما على المتاح. انا اتكلمت فيها دي قبل كده في قصه الفتنه اللي حصلت ما بين سيدنا علي في دم عثمان رضي الله عنه. واتكلمت كذلك في مثل دخول الرسول صلى الله عليه وسلم لمكه. ما تظنون اني فاعل بكم. قال ايه؟ ها؟ رؤوسهم يعني الحجاج لما دخل الله راسه حلوه ده مش كده؟ مالي ارى رؤوسا قد اينعت. عامل زي البطيخه انت كده. هذا ما حنكت اظهر الساعه. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل مكه قال له اخ كريم وابن اخ كريم ذهبوا فانتم متوقعين. اللي شردوهم وعذبوهم واخذوا اموالهم عملها بعد كده ب 1000 سنه نيلسون مانديلا. عملوها قبل كده في رواندا. رواندا 900,000 مات في اقل من سنه. رواندا وبروندي الحرب. طبقوا نفس القاعده بتاعت جنوب افريقيا عشان يقلبوا الصفحه دي. ما الصفحه لازم تتقلب. لو ما اتقلبتش الصفحه عمرك ما هتبني مجتمع. وقد نختلف ما فيش مشكله. وانت على رايك وانا جزاكم الله خير ونخرج نعمل حاجه تانيه. المديونيات مهمة جدا، خاصة لو احنا مسكنا حكومة نقلل من المديونيات. ونعتمد على المتاح. حتى لو تأخرنا سنة وخمسة إن المديونيات تبقى في جزء منها لبيع ثقافة الوطن وبيع الوطن بعد كده أهو. الجلاد في الغرب أنتوا عارفينها أكتر مني. يمكن ياخد في جاف جايين من فرنسا ومن بلجيكا ومن هولندا وكذا وكذا كلهم دول. أنا مش ملزم إني أرجع كل السوريين لسوريا، لكن ملزم إن أنا أقول لكل سوري في كل مكان في العالم إنه يساعد في إعادة بناء سوريا. لكن حابب أجيب واحد استقر يا سيدي في مصر ولا استقر في ليبيا ولا استقر في أي مكان في العالم، أنت استقر وأعطينا جزء من خيرك. ليكون دور. وشكرا، أنا خلصت بسرعة. والله ضحكت عليكم. يلا. والله انت بتنفع تكون رئيس منظمات المجتمع الدولي في العالم كله. سياده الرئيس دكتور شيء دكتور يا رجال لبسني عمل هتلبسه عمل ايه؟ انا البعير عليك سوريا. طيب شكرا. اظن انه في تعليقات ما هيك ولا لا؟ طبعا طبعا حلوه طبعا. طيب راح ابلش اخذ مداخلات واسمع. بتحب استاذنا سؤال جواب ولا مجموعه اسئله جواب؟ ثلاثه. طيب مين حابب يتداخل؟ هاي يعطيك العافيه دكتور هاني. بس الحقيقه بدي ابدا من الاخيره. يعني تاجيل مساله القصاص ومساله المساءله والمحاكمه، يعني نحن قرينا بأدبيات المجتمع المدني وحقوق الإنسان أن لا يمكن أن تمنع عودة دائرة العنف، لا يمكن أن تحدث مصالحة وطنية في النتيجة، لا يمكن أن يكون هناك مجتمع منفتح على بعضه ومسامح وتصالح بدون ما يكون فيه وصل. ليس بالمعنى الثأري لكن بمعنى العداله. صح. اذا يعني هذه مشكله. انا 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 يمكن فهمت عليك غلط ما بعرف. لا ارد عليه بس بسرعه. طيب. انا ما بقولش الغاء
انا بقول في مرحله الجيل. لا لا انا بقول في مرحله من المراحل بيكون في بناء الدوله. في بناء الدوله دي انا بحط كل القوانين اللي بتحقق العداله ولا ايه ولا اضيع حقك في القصاص. يعني الاهم في الموضوع عدم اضاعه الحق بالقصاص. ده انا بتكلم فيه. وقد اكون انا مخطئ. طيب قد اكون انا مخطئ. كل الاحوال انا اللي بدي اقوله انه شرط الانتقال او العمليه الانتقاليه او الانتقال وتغيير هذا النظام الاستبدادي الى نظام ديمقراطي او نظام عدالي شرطه هو تحقيق العداله. العداله. من الحقيقة اللي بدنا نقطه بس مشان جزاكم الله خير. معلش بعد اذنكم بحكم طاوله طاوله. بلش هون. دكتور حضرتك ذكرت يجب ان تكون توافقيه فيدراليه في المرحله الاولى وليست رئاسيه. يجب ان تكون توافقيه بدي اطلب انه ما يصير في وحدات جنبيه لانه عم بتشوش مشان هيك. يجب ان تكون توافقيه فيدراليه في المرحله الاولى وليست رئاسيه. ماذا تعني بالفيدراليه هي النقطه انت بالذات؟ هذا الامر ما يؤدي الى انقسام البلد مثلا لاكثر من جهه فوق وخاصه من ناحيه المرحله القوه. الله يزيد خير دكتور. الحقيقه يعني ثلاث امور اللي حكيتهم في البدايه كانوا كثير يعني بنفسه المجتمع المدني اللي احنا يمكن بعيدين عنه حقيقه اللي هن يعني المجتمع المدني وازمات المجتمع المدني هن بيخرجوا الحكومه وليس الحكومه بيصنعوا الدوله وليس الدوله وبيبنوا المجتمع مع شركاء. يعني حقيقه نحن عم نطلع انا مثلا على حالنا نحن هلا كمنظمات مجتمع مدني يمكن لسه بدنا شغل كثير وبعيد لما نصل للحقيقه هي. أرد عليك. طب بالنسبة لتوافقية دي كلها اجتهادات. خلي بالك زي كان بقول لك كل الكلام ده اجتهادات ممكن تاخدهم ليه. أنا أديك مثلا في مصر مثلا ما كانش فيه أحزاب إلا حزب أو حزبين أو ثلاثة. محادثة الثورة أنشئ أحزاب كان عمرها 6 أشهر وأنشئ أحزاب ما كانش عندها ولا ممثل في أي محافظة. وأنثى الأحزاب أنشأتها جماعات دينية وأصبحت الجماعات الدينية هي اللي بتقود الحزب وليس الإيه الحزب هو السياسي اللي بيقود الإيه. فلما أنت تيجي لحزب عنده 6 أشهر وتطلع منه رئيس جمهورية وتطلع منه وزارة وتطلع منه كذا وكذا 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 ده ساعات بيعمل قفلة في المجتمع لأن خبرتك السياسية مع المجتمع قد يكون خبرتك الاجتماعية في الأعمال الخيرية ممتازة لكن الملف السياسي انت لست اهلا له. فالناس تعاطفوا معك في مرحله معينه ها من وازع ديني او وازع اخلاقي او وازع نوع ديني خلاص بقى بيجيبوا اي رئيس جمهوريه. ودي تجربه حدثت قدامنا كلنا الى اخره. فننظر ودي كلها اجتهادات. خلي بالك ما فيش حاجه من دي قران. يعني ممكن تاخذها او تتركها مش مشكله. انا ليه بتكلم كده؟ اننا لو انت اشركت كل المحافظات بتاعت سوريا في وضع الرؤيه دي وان ممكن ولا اخواننا احنا هنتوافق ان يكون في محافظ وفي مجلس مرحلي. مجلس المرحله ده بيدير الدوله لمده 3 4 5 لغايه ما الاحزاب تتعرف. انت مثلا ان شاء الله السلام حصل سنه 18 قول امين. امين. كونوا انتوا مثلا 50 حزب ولا 100 حزب ولا 200 حزب. امين. وعملتوا انتخابات سنه 19. طيب انه حزب عنده قدره على حكم البلد بياخد على انا بتكلم انا لا ما انا بتكلم بتكلم بطريقه فعليه. فذلك انا فوق قد تكون في المرحله الانتقاليه دي يا اخي فاضل اعتمد على التكنوقراط اللي كانوا موجودين في الوزارات. والله انا هاخد الوزراء من داخل التكنوقراط اللي هم الموظفين الكبار في الوزاره يمشوها لمده سنتين لان انا مش عايز امشي بالدوله بسرعه 100 ميل في الساعه في المرحله دي. انا عايز امشي عايز اثبت ها العمل علشان بعد كده بعد 3 سنين او 4 سنين او 5 سنين في المرحله الانتقاليه تستطيع الاحزاب ان تنمو يستطيع المجتمع ان يكتشف قدره هذه الاحزاب وابتدي المخاض يحصل. لكن لما بيجي مخاض على مخاض بتطلع لك اشياء والمجتمع متحرك غير ثابت من تحت فبتلاقي الايه بتحصل لك الايه الرده او رده الفعل اللي انت بتتكلم عنها الثورات المضاده اللي بيستفيد منها الاخرين. وده كلها اجتهادات خلي بالك تأخذ بيها وما تأخذش بيها يعني ماشي مشكلة. أنا يعني مش يعني كلام اللي بقول يعني مش هختلف معاكم فيه ممكن يشتركوا اللي ما عنديش مشكلة. في حدا نعم؟ طيب علاء. شكرا دكتور هاني. جزء من السؤال ما يزال محير يمكن هو استمرار لنقاشنا الماضي في مؤتمر شبكة دراسة سوريا.
اليوم السمات المحلية في مناطق سوريا مختلفة عم بتكرس مشكلات أيضا محلية. يمكن لاحظت أنت بالعرض اللي قدمناه نحن عم نحاول نستجيب لواقع بينفرض على الواقع الجغرافي والاجتماعي في سوريا. بس الحساسية هي هون، شو هو الحد الفاصل ما بين أن تتعامل مع هذه المشكلات المحلية؟ هو الأمر الواقع، الواقع الأمني والعسكري والاقتصادي وإلى آخره والإنساني، وبين أن تحافظ بنفس الوقت على مفهوم الشأن السوري كمشروع للتغيير شامل لكل سوريا. هاي النقطة اللي بتخلينا نرجع للسؤال الأخير اللي حكى، كيف إحنا ممكن نوافق بين استجابات محلية تنتج منظومة مش رئاسية مش مركزية مطلقة، لأنه صعب اليوم إنه في المرحلة الانتقالية يكون مركزية شديدة، بس بنفس الوقت لما ننتقل لقضايا العلاقة بعدد أعمار، كيف يمكن نقاش عدد أعمار بدون وحدة مركزية تناقش الشأن السوري بشكل عام؟ هذه النقطة محتاجة على هذا. فلذلك كان لما كلمت المجتمعات في شريطة شريحة سوري في شريطة شالوها طلعت بس اللي هو التواصل ما بين المجتمعات الصغيره. يعني انا عملت عملت التواصل دي معناها ايه يا اخ علاء؟ هو مش كده برضه؟ اي شريحه هي بتفتح اي شريحه دكتور؟ انا مش عارف. ايوه كده كويس. هو تواصل بقى دي بتبدأ على مستوى المجتمع الصغير. يعني واحنا دلوقتي يكون جزء من استراتيجياتنا في العمل داخل المجتمع السوري ان كل مجموعة من الناس او كل مجتمع يتواصل مع المجتمع الاخر، لان تبادل المعلومة مهم جدا في اي مرحلة من مراحل بناء الوطن او بناء الدولة او بناء مؤسسات الدولة. فلو احنا حطينا المنهجية دي كلها مع الناس المعلومات اللي عندنا، أنا مش عارف مثلاً إدمت فيها كم مجتمع وكم يعني يسموه إيه زي يعني مجلس محلي مجلس محلي حاجة مجلس محلي. فلابد إحنا وإحنا بنبني المجالس والمجالس المحلية أو المجتمعات اللي بتحكمها المجالس المحلية أو الجمعيات اللي في الداخل دي بيكون فيهم تواصل من تحت، ويكون في لقاء آخر أنت بتعمله. يعني مش عم نتكلم على التنسيق دلوقتي وبناء الشراكة، لأن بتحاول تعمل تنسيق ده على مستوى، وفي ناس بيقول لك أنا عندي كذا هعمله بس مش هعمله معاك. ففي مرحله من المراحل انت التواصل شيء والمعلومه شيء واداره المعلومه شيء ثاني، وبعد اخذ الدعم وجلب الدعم، لان في بعض الحكومات بتعطي الحته دي فقط ما بتعطيش الحته دي بالذات. فلذلك التواصل ده بيوضح لك معالم صوره خريطه الطريق انت ايه انت واقف عليها. التواصل مهم جدا 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 جدا، وهنفقد وحنفشل بس هنرجع في الاخر. اخر مداخله بس شويه. دكتور هاني، حكيت حضرتك حول الاندماج والذوبان، هي فكره رائعه جدا جدا وحاليا غير متقبله عندنا كثير، عندنا انانيه وفرديه وكل واحد يعتبر نفسه شكل. الفكره هذه هل هي موجوده كانت في من خلال عملك في المجتمع الاسلامي الدولي؟ انه انا بعرف في اندماج شركات اندماج كذا، هل هناك منظمات تندمج مع بعضها؟ وهل سؤال مزبوط؟ الحاجة أم الاختراع وأم الاندماج. بدنا نتكلم بقى على مؤسسة ميرلين كمؤسسة طبية إنسانية. بعد حرب أفغانستان وبعد كذا وبعد كذا لقيت ما فيش حد بيديها فلوس، فخليتها مؤسسة كبيرة وعملتها جزء من إيه؟ من مؤسسة نفسها. احنا في قضية البوسنة جت مؤسسة كانت متقفل، حبت تديها مبلغ مليون دولار واستقالت تاخد موظفين معاها. طب ما بتاخد الخيار وتاخد معاه الايه؟ البطيخ في الفقوس. الفقوس. فلذلك ده حصل. احنا حاليا في بريطانيا بنناقش اندماج ثلاث جمعيات انا مسؤول عنهم. ليه؟ لان مفيش فلوس. انا بس هفرح ان انا قاعد
أنا رئيس الجمعية ألف ورئيس الجمعية ب ورئيس الجمعية ج ودال، ما فيش حاجة تحتية، لا في موظفين ولا في برامج، واقع عندك فلوس وعندك إمكانية وعندك كذا كمل، ما عندكش قابل الواقع من أنك توفر أموال المجتمع، توفر أموال المجتمع وليس أموال الجمعية. الجمعية لا تملك المال، الجمعية تدير المال الذي يملكه المجتمع والذي تبرع به المجتمع للجمعية من أجل بناء المجتمع. يعني إحنا ما مجرد إلا عندنا شركاء، ولو أنا خدت المجتمع دلوقتي وأنا مش قادر أمشي الموضوع، حاضر قادر أمشي الموضوع عشان ما فيش إمكانيات مادية، هيحترموني أكثر ما أجي أعلن إفلاسي وأدمر حياة الموظفين اللي عندي وإلى آخره. فالاندماج أصبح دلوقتي من الحقائق المسلم بها، خاصة في الظروف السياسية التي تمر بها القضية السورية وقلة الدعم، قلة الدعم، قلة الدعم. أنا هسألك سؤال، ماذا لو تغير والعياذ بالله يعني والله الحاجات دي مناخ سياسي في دولة احنا عايشين فيها دلوقتي؟ فكرت فيها؟ مفكرناش فيها. ايه البديل؟ يا اخوانا مش عايزين نقعد احنا نايمين على سرير ومخده حلوه وبتاع ده عشان عندنا مزايا ست اشهر. غلط. غلط وغلط وغلط. وغلط كمان. وغلط. وغلط. ما ينفعش. لابد انا وانا شايف المناخ السياسي اللي في ليله من الليالي ها؟ تغيرت منظومة مش ممكن كان واحد يتخيل انها تتغير كده. قد يحتي هذا لبلد قد يأتي في بلد انا مستقر فيها، ما انا هعرف فين بعد كده. السودان بغض النظر. شوف شوف انا بتكلم عن ايه يا اخت جمال، انا بتكلم عن ايه؟ لابد ان انا اكون في رؤيتي اللي هو الحاجات اللي خارج الصندوق دي. انتوا كلكم بسم الله ما شاء الله مخاخ جامع مخن، انا مخيخ وما بفكرش. فلا بد تحط النقط السوداء والنقط البيضاء، ولا بد يا اخ قتيبة يا ابو اخ قتيبة ان تقول والله خلاص انا دول انتهى، دول جمعيه انتهى خلاص، تعالى نقعد مع بعض احنا اثنين ونعمل مجلس اداره واحد، ميزانيه واحده، رؤيه واحده، مش مهم مين فينا يبقى رئيس، المهم ان المسيره تستمر. ثلاث ايادي يعني سماح، وبعدين هنا في بعد حدا بده يداخل. طيب كويس، معناته وجمانة ثلاثة اخر مداخلات. بحاول ثلاث مداخلات وارجع. انا حابة لسائل الدكتور هاني قالوا من ناحية انه الجسم التنسيقي بده قيادة حيادية ما له جزء من الجمعية، لانه بالشبكة نحن بقناعتنا انه نجحت في قيادة المكتب التنفيذي اللي ما كان تابع لاي جمعية، وبتوقع الرابطة ممكن تنجح وتكون دورها أفضل لما بيكون إلى مكتب تنفيذي. السؤال الثاني اللي بدي أطرحه هو هل اندماج الشبكات هو ما هي الشبكة جمعية مجتمع مدني والجمعية جمعية مجتمع مدني، يعني أنت عشان في 50 جمعية بتشتغل، يعني ما في خطوبة وفي جواز وفي عيال يطلعوا بعد كده. لما انت بتبص كده انا اللي هتجوز مش انت. فده ده برضك يجي على الشبكات، عندنا 10 شبكات نقيم كل واحده فيهم وندمجهم، يبقوا اثنين يبقوا ثلاثه، مفيش امكانيات يا اخوان. يعني انا بيعملوا كده ايه؟ قلتم يعني مفيش فلوس، يعني هروح فين؟ وبعدين الفلوس مش فلوس، الفلوس اليتيم والعمالة اللي بيدفع لي مرتبي، اللي بياكلني انا وعيالي، اللي قاعد اللي مرمي اللي اتحرق قبل يومين في لبنان، مش اتحرقوا؟ الحريقه اللي حصلت اللي جمدوا في لبنان قبل كده وطلعوا فروزن تشيلدرن، مش دي فلوسهم وانا قاعد مريح نفسي؟ انا بدي اقف وقفه مع نفسي انا، فكيف اصرف اموال هؤلاء الناس اللي مش لاقيين يعيشوا، مش لاقيين ياكلوا، مش لاقيين يعيشوا خالص؟ بكون انا واضح وصريح وايه يعني انتوا عارفين الكلام اكتر مني، شفاف شفاف مش لابس حاجه يعني. انت قلت لهم انا بصوت. ايه انت قلت لهم انا بصوت؟ طيب وانا صوت معاك. بدي اسال سؤال ما رح اسالناك اياه بس ما كان الجواب كثير واضح.
هلا نحن كمنظمات مجتمع مدني كرؤساء جمعيات ومدراء تنفيذيين، شو اللي يخوفنا من الاندماج؟ ليش بنخاف؟ مثلا امبارح طلعنا بفكره انا واستاذ جمال انه نندمج، هيك قررنا دغري، هيك الحماس دق فينا. الحماس ما ينفع. لا يعني عجبتنا الفكره، عجبتنا الفكره انه ندمج مكان من القوة عنا اثنيننا، شخص وافق، شخص صاير وعشرة اعترضوا انه لا وديروا بالكم كذا. ليش نحن بنخاف من الاندماج؟ لأن انت بتخافي انك تطلع خلاص. طب ما انا بعدين ذكرت انه دور يلعب المجتمع المدني دور ببناء المؤسسات، ذكرت منها بناء مؤسسات الدولة. ايوه بس توضيح لهون، يعني نعني ببناء مؤسسات الدولة كيف نحن كمنظمات مجتمع مدني ان دور ببناء مؤسسات الدولة. طيب هاي اخر مداخلتين وبرد الدكتور هاني. طيب الخوف من الاندماج اللي هو الخوف من فقدان السلطة، الخوف من فقدان الوجاهة. شايف انا واقف ازاي بتكلم وتخين ومنفوش؟ الخوف من اقول لك ايه تاني؟ مجهول. مش من اي شيء. كرسي. لان انا ما السلطة هو الكرسي، لان انا اخذت الجمعيه دي كشيء ليا انا، لم ارى في المراه الا نفسي ولا اقول انا تعب. وهتحجج ب50 حجه، هتحجج ب70 حجه. فهنا في عند الشخص اللي هو زي حالاتنا اللي بطلع اقول خطبه الجمعه، واطلع في التلفزيون خلاص اعيط، واطلع اروح في الكنيسه اقول ايه بتقولوا ايه؟ العزة. 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 العزة وكذا وكذا. ان انا بقول كلام بنفس كلام تاني، فهي قضية شخصية عند الافراد اللي بيرفضوه، اللي هم نفسهم قد لا تكون سليمة. احنا غير مؤمنين بالنظام الداخلي اللي بنيناه اه ساعة التنفيذ ما حدش بينفذها. انت يعني هو كل يعني كل المسيحيين، فكل المسيحيين مؤمنين بكل كلمة في الإنجيل، ولا المسلمين حافظين القرآن؟ طب وبعدين ننفذ القرآن؟ خدت بالك؟ فبالتالي ده بينطبق علينا احنا الى اخره. من مؤسسة الدولة يمكن اخونا انور ممكن يجاوب عليها، لكن اقول لك حاجة يعني فرصتك الذهبية الآن إن أنت يكون عندك مؤسسات قوية تساعد الناس اللي هيبنوا مؤسسات الدولة. تساعد بإيه؟ إن أنا عملت الورقة دي. قد يكون المسؤول اللي بتعاين دلوقتي ما عندوش إمكانية يطلع ورقة أو يكتب حاجة، فأنت بتحطها على الترابيزة. فأنت بتكوني جزء من البناء في المرحلة دي. المحافظة على مؤسسات الدولة تيجي في المستقبل. لما مؤسسات الدولة بتفتح أبوابها على مصراعية عشان تستشيرك في قضية من القضايا المجتمعية، سواء على مستوى المحليات أو سواء على مستوى السياسة العليا بتاعت الدولة، بيسألوك إيه رأيكم في موضوع كذا أو موضوع كذا. ليه؟ لما يكون أنت عندك شخصية اعتبارية قوية وأداء متميز فالدولة بترجع لك في المجال الاستشاري. فإحنا لو إحنا من الأول مش بيقول لك تقدم السبت تلاقي لحد قدامك. لو أنا جيت في المرحلة إن الوزير اللي اتعين ده ولا الرئيس اللي اتعين ده ولا مش عارف اتعين ده محتاج استشارة، أنا أديله استشارة، يبقى أنا داخل معاش من الأول. تبقى ده اللي إحنا إيه؟ يعني هو مش قانون، مش قرار بقدر ما هو إيه؟ توافق ما بين المسؤول الجديد والجمعية التي عندها الجمعية. شكرا جزيلا. في عندنا مداخلتين. أخيرات هو في مداخلة لفادي مرتبطة بانتخابات الـ HIG بحابب يعلن عنها، وفي عنا مداخلة لضياء عن تجربة المنظمات غير الحكومية الأفغانية اللي تشبه شوية تجربتنا. رح نسمع فادي 5 دقائق ليخبرنا عن انتخابات الـ HIG.